صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت تسمعوني فيه. طيب، هو كان في رسالة على صراحة اقراها الاول. طيب، في رسالة بس عايز اجاوب عليها بسرعة كده. هل بي دي اس ام او داجي دوم هي تخص المثليين؟ فنخشى الاقتراب ممن يرمزون لانفسهم بهذه المسميات أم يستخدموها للتوضيح شخصياتهم بالعلاقة بين ذكر وأنثى، وشكرا. لا، هي بي دي اس ام او داجي دوم ملهاش اي علاقة بالمثلية نهائيا. المثلية شيء، وبي دي اس ام وداجي دوم اللي جوه عالم بي دي اس ام شيء تاني خالص، ملهمش علاقة خالص بحاجة اسمها مثلية. المثلية دي شيء مرة عالمنا يعني، وملهاش علاقة بالكلام ده. بي اس ام هتلاقوا شرح كتير في القناة، وداجي دوم برضو هتلاقوا شرح في القناة، يعني اللي هو عنده ميول معينة وبيرتبط بشخصية البيبي جير هتلاقوا شرح كتير في القناة، لكن هي ملهاش اي علاقة بحاجة اسمها مثلية جنسية نهائي. ده شرق وده غرب بالعكس. وبس، واشوفكم المرة الجاية.